نستكمل سويا الوحدة الرابعة وهي بتتكلم على اشتقاق طيب أنا عرفت إزاي أجيب مشتق الدالة لكن بقول إزاي أعرف إن هذه الدالة قابلة للاشتقاق فعند نظرية بتقول إيه النظرية دي لو كانت دالة F of X تحقق الشرطين التاليين إيه هما الشرط الأول إن هي تكون متصلة عند النقطة X0 تكون متصلة عند النقطة X0 إيه متصل عند إكس 0 لازم إكس 0 تكون موجودة في المجال وخلي بالك من الباب من الوحدة السابقة اللي هي رقم 3 قلنا إن هي تكون متصلة عند نقطة لو حققت ثلاث شروط أن هذه النقطة ضمن المجال يعني الدالة لها قيمة عندها أن النهاية موجودة أن قيمة الدالة تساوي قيمة النهاية عند هذه النقطة يبقى كلمة الاتصال دي في حد ذاتها فيها ثلاث شروط الحاجة التانية لما اجيب المشتقة واجيب نهايتها من ناحية اليسار عند نقطة x0 واجيب نهايتها من ناحية اليمين عند x0 الاقيهم الاتنين متساويين لو ده حصل فبقول الدالة قابلة للاشتقاق عند النقطة مين؟ عند النقطة x0 نشوف مع بعض مثال مثال بيقول ابحث قابلية اشتقاق الدالة الآتية عند x بتساوي 0 للدالة f of x بتساوي سالب x تربيع لو الاكس اقل من صفر يعني ايه اقل من صفر يعني الفتره بتاعتك من صفر من سالب ما لا نهايه الى صفر، وهنا الفتره بتاعتي من صفر مغلقه الى ما لا نهايه، لو جيت اجمع الاثنين دول مع بعض يبقى الدومين بتاعي هو مين؟ هو ار. خلاص؟ طيب مبدئيا هل دي متصله عند الصفر؟ نشوف الصفر موجوده في الدومين بتاعي. طب اف عند الصفر اجيبها منين؟ اف عند الصفر بجيبها من كلمه يساوي اللي هي صفر تربيع فهتساوي صفر. طيب نهايه الداله عند الصفر بجيب النهايه من اليسار من هنا فتطلع بصفر من اليمين من هنا بصفر يبقى النهايه بتاعتي ليميت الاف اوف اكس عند الصفر ايضا بتساوي صفر وبالتالي يبقى الشرط الاول متحقق الا وهو ان الداله متصله عند اكس بتساوي كام بتساوي صفر نشوف مع بعض من تعريف الداله نجد انها معرفه عند الصفر وكذلك نهايتها من اليمين بتساوي صفر ونهايتها من اليسار بتساوي صفر وبالتالي يبقى النهايه موجوده وبتساوي صفر يبقى الداله دي متصله عند اكس بتساوي صفر يبقى الشرط الاول متحقق الشرط الثاني بقى لما احب اجيب مشتقه هذه الداله سوري نهايه مشتقة هذه الدالة من ناحية اليسار ومن ناحية اليمين عند الصفر، أفكركم بس كده الإف كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي ناقص إكس تربيع لو الإكس أقل من الصفر، وموجب إكس تربيع لو الإكس أكبر من أو يساوي صفر، يبقى لما أشتق دي بسالب 2 إكس، ومشتق دي تبقى 2 اكس يبقى هجيب نهايتها من اليمنى من هنا ومن اليسرى من هنا طيب مشتقتها بسالب 2 اكس من ناحيه اليسار هعوض تديك كام صفر مشتقتها واجيب نهايتها من ناحيه اليمين ب2 بصفر يبقى الاثنين متساويين فتكون الداله قابله للاشتقاق عند اكس بتساوي بتساوي صفر